مرحبا، معك ابو البيس باسل شويكي. اليوم عندنا حلقه جديده من برنامج خلي بالك من فيفي مع زينه الداوديه. انا بهي الحلقه يا جماعه لفت نظري القفطان تبع زينه، يعني القفطان كان كتير حلو، واكيد قفطان مغربي يعني جاي بالتقليد المغربي. نوجه لها تحيه كبيره، وانا بحبها يا جماعه لزينه، وفي عندها غنيه كتير مشهوره انا على طول بسمعها اسمها نسبح وما ننساش. انا يعني بعشق هاي الغنيه، وهي مغنيتها مع فنان جزائري قادر. نوجه له تحية كبيرة كمان لأهل الجزائر، وتحية كبيرة لأهل المغرب. إذا بدنا نحكي شوي عن الحلقة اليوم كانت الحلقة يعني كتير صعبة، بتحسوها في عبده تقلت العيار كتير على زينة. يعني اليوم كان المقلب مقلب عذاب، ما كان مقلب بيضحك. أنا برأيي يعني تعذبت كتير مسكينة، وغط على قلبها ووعت بالأرض، يعني تبهدلت، يعني كتير تعذبت بهي الحلقة. هذا البرنامج هلا هو حلو، وعرفنا على ثقافة أهل المغرب وعلى أطباعهم الجميلة، بس فكرة البرنامج كلها يعني أنا برأيي فيها إهانة للضيف، يعني عم يهينون الضيف بالنهاية، يعني فيه إهانة للضيف، يعني في المقلب بتحسوه كتير يعني بداية برعب، فيه إهانة للضيف، وفي إهانة للبواب، وفي إهانة لزينب مثل ما حكينا من قبل. الحلقة اليوم كانت حلقة رائعة، بس في ملاحظات على البرنامج بشكل عام. انا شفت اكثر تعليقات انه هذا البرنامج مسيء للضيف، هذا البرنامج عم يسيء للخادمه ابو الهول، عم يسيء للبواب، يعني بشكل عام العالم حاب البرنامج ومو حاب البرنامج. انا اذا بترجع لي يا جماعه، برنامج خلي بالك من فيفي من اجمل البرامج اللي شفته هاي السنه لسبب واحد، لانه عرفني على الثقافه المغربيه وعلى طيبه اهل المغرب وعلى الشعب المغربي الجميل وعلى الطباعة المغربية الرائعة وعلى تواضع الفنانين المغاربة. خلينا نقرأ شوية تعليقات عن حلقة اليوم. فؤاد عم يقول زينة بنت بلادي، نحن نفتخر فيها، ونحن كمان بنفتخر بزينة. تحية كتير كبيرة لأهل المغرب. وزينة يا جماعة مطربة شعبية مشهورة، يعني الغنية أنا الهي اللي على طول بسمعها اللي حكيت اسمها من شوي، زينة مطربة شعبية قديرة. مايا عم تقول زينة كان بغيكي بزاف مسكينة، تقطع القفطان والقفطان ديالك كان روعة. اليوم القفطان اللي اجت فيه زينة يعني روعة روعة بكل معنى الكلمة. مثل ما قالت صاحبة التعليق، يعني المقلب كان فيه شوي مثلا انكشفت زينة رجلة مثلا، كان بيقدروا هي يقيموها من المقلب، يعني ليش تركوها بالحلقة؟ يعني كانوا بيقدروا يقطعوا هذا المقطع وما يعرضوها على الشاشة. خديجة بتقول أنا بعشقك يا زينة، من زمان بتابعك، بوجه لك تحية كتير كبيرة. يا جماعة حلقة اليوم حلقة كتير حلوة، وأنا بوجه تحية كتير كبيرة لزينة، وبعشق الغنية، في لها غنية خاصة أنا كتير بحبها اسمها نسبح وما ننساش. بالنهاية يا جماعة بشكر الفنان الكبير القدير رشيد الوالي، المتواضع، الإنسان الجميل يلي مبارح شاركنا بحلقة التعليقات ووجه تعليق كتير حلو وشارك الحلقة اللي عملناها مبارح. أنا حاحط لكم رابط الحلقة بالتعليقات، الكل يدخل يشوفها. يا جماعة فيفي عبدو عرفتنا على طيبة الشعب المغربي، على ثقافة الشعب المغربي، على طيبة وتواضع فنانين أهل المغرب، وأكيد بالنهاية الفنانين بيمثلوا الشعب المغربي. يعني الفنان الكبير رشيد سبحان الله بتقولوا ملاك على الأرض. الله يهني أهل المغرب بفنانينا لأنه بيمثلوا الشعب المغربي، التواضع الكبير اللي عندهم يلي بشكل مو طبيعي. تحية كتير كبيرة لأهل المغرب. وأنا بصراحة من بعد برنامج خلي بالك من فيفي يلي عم يصير بالمغاربة، أنا صرت متحمس روح عيش بالمغرب. أنا هلأ ناوي إن شاء الله روح اسكن بالمغرب. أنا حاليا بتركيا، بدي روح اسكن بالمغرب، وأنا عشقت المغرب يا جماعة. بدي صير أعمل فيديوهات عن اللهجة المغربية، فيديوهات عن السياحة بالمغرب، فيديوهات عن الطبخ المغربي، عن المطبخ المغربي. أنا حابب ورجي التراث المغربي للشعب العربي كله. هلأ في شعوب عربية بتاخد فكرة سيئة عن المغرب، هذا الشيء اللي أنا استنتجته بسبب يمكن التواصل الخطأ الاجتماعي. يا جماعة الشعب المغربي شعب طيب وأجمل شعب عربي شفته بحياتي، ويتمتع بأخلاق فاضلة. شكرا لكل حدا دعمني وعلق لي بالفيديو اللي قبل هذا، وتحية كتير كبيرة برجع بقولها للفنان الكبير المتواضع رشيد الوالي، وسلام.